الرابعة والنصف بعد تبادل هذا الهدايا. لقاء الأول كما هو معروف انتهى لصالح فريق النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف واحد. جمهور غفير يحضر لهذا اللقاء، جمهور جاء كذلك من مشجعي فريق النجم الساحلي، جاء من مدينة سوسة لمؤازرة فريق النجم الساحلي، وكذلك جمهور من عن الوفاق اللي رايح كذلك يشجع فريقه في هذا اللقاء، اللقاء اللي يدخل في إطار الدور الثمن النهائي من كأس أو منافسات كأس إفريقيا للأندية البطلة. كانت تجرات مقابلة قبل هذه المقابلة جمعت بين قدماء لاعبي فريق وفاق ستيل والنجم الساحلي، وانتهت بالتعادل، انتهت بالتعادل 3 أهداف مقابل 3 أهداف. كملت لأن اللقاء هذا يجمع بين فريق عريق، فريق له تاريخ من أقدم الفرق التونسية، أو 25 له 6 كؤوس تونسية منذ الاستقلال و6 بطولات. آخر كأس كان لها في سنة 82، أما آخر بطولة أو بطولتين على التوالي في موسم 86 85 86 ثم 86 87. إذن فريق كذلك تحصل على البطولة المغربية الأندية البطلة في 73 بتونس، كذلك تحصل على البطولة المغربية للأندية الحائزة على الكؤوس في سنة 75 بالرباط للمغرب، وفي 87 كذلك تحصل على هذه الكأس للأندية البطلة، كأس العربية للأندية البطلة في الدار البيضاء بالمغرب الشقيق. إذن فريق الفريق النجم الساحلي دخل هذه المنافسة منذ حوالي 5 سنوات فقط، المنافسة الإفريقية يعني مشاركته كانت 3 مرات لم يتجاوز فيها الثمن النهائي. من أحسن العناصر اللي تشكل هذا الفريق الوحشي والميزوري إبراهيم والحسومي والعزابي، وهم لاعبون في الفريق الوطني التونسي. ما فريق وفاق ستيف له كذلك تجربة في هذا الإطار في موسم 81، حيث وصل إلى الدور الربع النهائي وأقصي من طرف فريق من أوغندا، وكذلك الموسم الماضي 87 كان وصل للدور الثمن النهائي وانهزم أمام يواندي، لذلك يخرج من المنافسات في الموسم الماضي. أما هذا الموسم فلعب المقابلة، لعب المقابلات فاز بها ووصل للدور الثمن النهائي، دور الثمن النهائي في هذا الموسم. كما صرح لنا بذلك المدرب السيد عريبي أن المقابلة سوف تكون مقابلة حاسمة بين الفريقين، لأن كل فريق يطبق لعب مفتوح وكذلك له هجوم قوي، كل من وفاق ستيف والنجم الساحلي، ولهذا سوف تعرف هذا المقابلة حماس كبير وكذلك فنيات أتمنى تكون ذات مستوى فني لا بأس به في هذا اللقاء المغاربي بين فريقين شقيقين، الفريق النجم الساحلي من تونس وفريق وفاق ستيف، فريق وفاق ستيف اللي منذ عودة السيد مختار عريبي وهو يحصل على نتائج إيجابية سواء في البطولة الوطنية أو في المنافسات كهذه المنافسة الإفريقية، نظرا للعمل الجيد والمتابعة والاستمرارية في التدريبات. نفس الشيء بالنسبة للنجم الساحلي، النجم الساحلي اللي كان الموسم الماضي بطل تونس حصل على البطولة التونسية، هذه المرة يوجد في وسط ترتيب بالنسبة لبطولة البطولة التونسية، بطولة تونس القومية. إذن لا بأس نذكر بتشكيلة الفريقين، عندنا فريق وفاق ستيف في شكله كل من عثماني
في حراسة المرمى على الجهة اليمنى عباوي قائد الفريق وأكبر لاعب في صفوف الوفاق، رقم 3 نابتي، رقم 4 برناوي، 5 سرار بولحجيلات، رقم 6 بن جبلة عبد الرحيم، 7 ومسجل الهدف في مقابلة الذهاب اللي جرات بتونس، رقم 8 زرقان، رقم 9 رايس، 10 عجيسة، رقم 11 او رقم 11 رحموني في الاحتياط، بالعياط رقم 12 بن جبلة، دراجي رقم 13 رحماني، رقم 14 15 دودو، و16 كصاي الحارس الثاني. يدرب الفريق وفاق سطيف كل من السيد مختار عريبي والحاج نوردي. في هذه الأونة ينطلق راح ينطلق اللقاء بين الوفاق الصيفي والنجم الساحلي التونسي. انتظر إشارة الانطلاقة من الحكم، حكم السنغالي السيد عمر ديوب، وبمساعدة مواطنيه إبراهيم دياكاتي والشيخ فال من السنغال. هذه هجمة للوفاق على الجهة اليمنى والموجود رايس، ويدخل المدافع الأيسر. هجوم آخر للوفاق في هذه المحاولة في الدقيقة الأولى من الشوط الأول. داوي اللي كان قدم مقابلة جيدة قائد الفريق والمدافع الأيمن في لقاء الذهب. بولحجيلات في وسط الميدان، ضيع بولحجيلات وتصبح كرة من جديد للوفاق. نبتي لعجيسة، عجيسة اللي نجدوه في كل مكان، تم يحرك الفريق. هذا زرقا في هذه المحاولة قفزة قوية، والهدف الأول من عجيسة، للإمضاء عجيسة بعد القفزة القوية من زرقان. إذا هدف كان في الدقيقة السادسة أو الدقيقة السابعة من الشوط الأول، هدف حقيقة قفزة قوية من زرقان، وقويدر اللي ما قدرش يتصدى لهذه الكرة، وترجع لعجيسة اللي سجل الهدف الأول. عجيسة مسجل الهدف الأول في الدقيقة السابعة من الشوط الأول. إذن هدف مقابل صفر لصالح الوفاق، وبذلك حماس كبير في مدرجات ملعب هذا الهدف وكيفية تسجيله. قذفة قوية من زرقان، وعجيسة يضيف قذفة أخرى ويسجل بذلك الهدف. 23 و 24 سنة، فيه هناك عناصر كبيرة في السن منها الوحشي. والحجيلات لبن جبلة، بن جبلة في هذه المحاولة، 1-2 يفتح بن جبلة وخرج. قذفة من بن جبلة وست أمتار لصالح فريق النجم الساحلي. بن جبلة آخر من قذف، حاول منه من بعيد لكن بدون جدوى. رقم 7 في المراوغات أو الشاب قائد الفريق في هذه المحاولة في منتصر تصر، ويدخل نابتي، دخل نابتي مباشرة للتماس. نابتي رقم 3، وحشي للميزوري، عمار الشاب فتحة طويلة، ومحاولة من حوالي 40 متر وخرج الكرة لست أمتار للشاب قائد الفريق آخر من قبل. حاول كانت من بعيد قذفة قوية وكادت تباغت الحارس عثمان، خرجتش بعيدة على القائم الأيمن. عجيسة رحموني، هذه الكرة تعود لعجيسة من جديد، يحاول عجيسة على الجهة اليسرى، فتحة لصالح رايس، يرجع الكرة وترجع لمن؟ لصالح، والهدف الثاني.
والهدف الثاني لصالح فريق وفاق سيف من تسجيل بن جبل عبد الرحيم بعد هذه التمريرات وفتحة من عجيسة. الهدف الثاني إذن هدفين مقابل صفر لصالح وفاق سيف. محاولات عديدة تكررت حتى جاء وحان وقت الهدف. هدف بعد القذفة القوية جدا من بن جبله، وهذا في الدقيقة 34 من الشوط الأول. إذن هدفين مقابل صفر لصالح فريق وفاق سطيف. هدف ثاني سجله بن جبله عبد الرحيم بعد هذا القذفة القوية، قذفة قوية جدا من منطقة 18 متر. ما قدر الحارس قويدر يعمل حتى شيء. عود الكرة لي كبيرة عند الجمهور و أصبح اللعب منتعش نوعا ما. عجيسة جيسة وراء كل المخالفات والركنيات، زرقان قذفة وخارجة، قذفة من بعيد تخرج. إذن هدفين مقابل صفر وبذلك نوم ابراهيم رقم 10 حاول يراوغ. تعود الكره لصالح الوفاق والنجم الساحلي، محاوله خطيره من منتصر رقم 7. خطير هذا اللاعب في الدقيقه 40 من الشوط الاول. محاوله كادت تكون او تشكل خطوره، كادت تكون هدف لو عرفت كيفاش استغلها اللاعب. منتصر لابراهيم. ابراهيم نبكي وامامه العزابي، فوق عليه العزابي في هذه المحاوله يفتح. وعثماني دلس، عثماني بكل رزانه. عثماني عود والهدف. محاوله خطا كبير ارتكبه هنا بن جبل عبد الرحيم، كاد بوقديده ان يسجل الهدف الاول بعد ما رجع بن جبل عبد الرحيم الكره لحارس مرماه عثمان. يلعب ادوار كبيره في البطوله القوميه التونسيه. الحشيلات لسرار، صرار وسط جادو بحارس مرماه عثماني. وقت الرسمي ينتهي و بالفعل يعلن السيد الحكم السنغالي عمر ديوب عن انتهاء الشوط الاول بنتيجه هدفين مقابل صفر. الهدف الاول سجل في الدقيقه 7 من عجيسه بعد قذفه من زرقان، والهدف الثاني سجل في الدقيقه 34 من بن جبله عبد الرحيم. اذا سيداتي اولي سادتي، هدفين مقابل صفر لصالح الوفاق وعوده اخرى في خلال الشوط الثاني. الدوره التشكيله اللي دخل بها الشوط الاول، قويدر في حراسه المرمى، الوحشي 2، 15 النومي، 4 بوزرة حبيب، 5 الشابي، 8 ميزوري، 3 عماره، منتصر 7 بوقديده، 9 10 ابراهيم، 11 عزابي، الاحتياطيين صالحي، الحارس الثاني رقم 12 قطاط رقم 14. هذه مخالفه من عجيسه داخل 18 متر ويتدخل بوزرة حبيب تعود لنبتي. صالحي رقم 12 الحارس الثاني في الاحتياط، رقم 14 قطاط، رقم 16 نجيب بوزرة، طرابلسي رقم 13 و6 القبسي. هذه محاوله من رايس او بن جبل او سرار اللي يسقط وخلف عليه من حوالي بعد 20 متر على الحارس. شكرا للزميل حبيب فغالي على هذه الصور، وكذلك الفرقه التقنيه التابعه لمحطه وهران او محطه قسنطينه الجهويه. محاوله ومخالفه من الكره، ثلاث لاعبين منهم بن جبله وكذلك رايس. الجدار لتكو، هذه خطيره، القذفه قويه وخطيره، قويه جدا، ما خرجتش بعيده كثير. قذفه رايس رقم 9
يدرب فريق النجم الساحلي السيد فوزي البنزرتي 37 سنة. السنة الدياكاتي والشيخ فان طاقم التحكيم من السنغال. بينما محافظ المقابلة محمد بوداحي من موريتانيا. أبو الحجيلات يرحموني على الجهة اليسرى، يحاول رحموني، عود لي عجيسة، عجيسة مامو بن جاب الله ومامو خنفة قوية من رايس، لكن تسلل تسلل جاب الله. سقوط أحد اللاعبين في وسط الميدان قدم له الإسعافات وفرحة كبيرة عند الجمهور هنا. الهدفين مقابل صفر وتصعب، لذلك مهمة فريق النجم الساحلي أنه هدف اللي سجله فريق سفقان عجيسة. عجيسة تعود لبول حجيلات على الجهة اليمنى. رحموني يدخل لطاقة العمليات، يقذف رحموني وتدخل حارس كويدر. قذفة قوية من رحموني كادت تكون الهدف الثالث لولا استيقاظ الحارس في آخر لحظة، كان في المكان المناسب وينقذ مرماه من هدف محرم. تلاجم معك في صالح لبتي بول حجيلات، ترك الحكم مبدأ الأفضلية. رحموني رحموني لبن جبل الله، جبل الله زرقان، زرقان يراوغ زرقان، يحاول في هذه المرة لرحمولي. عجيسة من هناك تم مراوغات وكذلك تمريرات هذه رحمولي بهذه القذفة وقويدر يدخل. ففيش حراسة مشددة مضروبة على اللاعبين خاصة على مهاجمي الوفاق في مثل هذه اللقطة قوية جدا من رحموني وتدخل الحارس كويدر كان بالمرصاد الحارس كويدر لهذا اللقطة. نومي لبو قديدة، قديدة ابراهيم العزابي رقم 11 لضيعة من العزابي، تعود لبن جبل، بن جبل مباشرة لرحموني على الجهة اليسرى. حاول يدخل رحموني بالكرة لكن تعود لبن جبل، بن جاب الله وتدخل الميزوري رقم 8. ميزوري يتدخل في رقم 13 الاحتياطي طرابلسي رقم 13 اللي راح يدخل في هذا الشوط الثاني. ميزوري يري لعمارة منتصر صار عنده إمكانيات في المراوغات، امكانيات فنيه ممتازه لهذا اللعب. عود لعجيسة امام الشافي في هذه المحاوله، عجيسة امام قويدر، يفتح عجيسة وش راح يعمل عجيسة لبن جاب الله وتعود الكره لحارس مرمى النجم الساحلي قويدر.